الكوكب نمضي بسفينتنا نركب نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى قد نتشاجر كالأطفال لكننا أصحاب النقاء دوما نسعى كالأبطال نظل إلى الأعلى نرقى هيا لا تبالي بالخوف وبظلم الأشرار فالخير أقوى وسيف أمضى بالحق يكون مثل الإعصار نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحاب النقى نظل إلى الأعلى نرقى نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحاب النقى نظل إلى الأعلى غيم هو حلمي غيم حلمي أحلم دوما في أن أطير صحوي ونومي صحوي ونومي أرى نفسي طائرا صغير عن سر الطاقة الزرقاء بشوقي وتوقي إلى من يطير معي في الفضاء يا غيوم السماء قولي للسماء إن الطائر المسائي سيكون أنا سيكون أنا غيم هو حلمي غيم حلمي سوف آتي يا طيور استقبليني يا طيور إن الطائرات الكبرى تستعد الآن إن الطائرات الكبرى تستعد الآن غيم هو حلمي غيم حلمي أحلم في أن أطير شر أو ظلم فيه انعتاق لو حسبتم أن القوة في التجبر والترهيب من أكيرا هذا درس في التأديب تدريبنا حلم صبر وإصرار القوة في الحكمة وفي نخل الأفكار
لو حسبتم أن استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم فهذا خطأ كبير. أكيرا يمضي ليقاوم أفعال الأشرار كي يبلغ غايته يمضي يملأه الإصرار والعدل لا يسمو إلا بجهود الأبطال. تدريبنا فيه أدب وأخلاق من كل شر أو ظلم فيه انعطاف. تدريبنا حلم صبر وإصرار بل قوة في الحكمة وفيه لبن الأبطال. أدرت الطريق وجدت